مرحبا. بنبدا اخبار المساء اليوم من تغريده للبطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي عبر حساب البطريركيه المارونيه على تويتر، يلي قال فيه: كيف يعاد بناء المرفأ والمنطقه المهدمه من بيروت؟ وكيف يعوض على الاهالي من دون وجود سلطه اجرائيه؟ من غير الحكومه يامر وينفذ التدقيق الجنائي الشامل في مصرف لبنان والوزارات وكل صناديق المجالس واجهزه الرقابه؟ بالموضوع الحكومة أيضا وعلى أبواب الاستشارات في مشاورات ما قبل استشارات التكليف، فهل تكون المهلة الفاصلة عن 26 تموز كفيلة بالاتفاق على اسم بديل عن الحريري؟ وماذا في بورصة الأسماء؟ تقرير جوال بيونس. أسبوع من 26 تموز، الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية للاستشارات لتسمية بديل عن سعد الحريري، دخلت البلاد عطلة الأضحى التي ستمتد حتى الخميس، وبعدها لكل حادث حديث كما تقول مصادر مطلعة على جو الثنائي الشعيل الأو تي في، ما يؤشر عمليا إلى أن المشاورات التي بدأت على الخفيف داخل كل كتلة لم ترق بعد لمستوى المشاورات بين مختلف الكتل للاتفاق على من سيخلف الحريري. الأنظار تتوجه إلى قرار المستقبل بالتسمية أو عدمها. فصحيح أن الرئيس سعد الحريري أكد في مقابلته التلفزيونية أنه لن يسمي، ولكن أوساط مطلعة على جو الثنائي الشيعي تؤكد أن الحريري لم يحسم أمره بعد، بانتظار ما قد ترس عليه مفاوضات الساعات الأخيرة بعد التنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. فإذا لم يسمي الحريري مسار، وإذا سمى مسار آخر. ولو أن المصادر ترجح أن لا يسمي في الجولة الأولى من الاستشارات إذا تعذر التوافق على اسم معين. وهنا تفيد مصادر مطلعة على جو المستقبل بأن كل الخيارات مفتوحة، مستبعدة مقاطعة الاستشارات، علما أن البعض ينصح الحريري بذلك، إلا أن الأخير لن يفعلها، ولو أن المرجح أن لا يشارك هو شخصيا فيها، إنما عبر وفد من الكتلة أو شخص واحد تنتدبه الكتلة. وبانتظار قرار المستقبل ومعه نادي رؤساء الحكومات السابقين الذين وضعوا في أولوية جدول المواعيد في استشارات 26 تموز، بدءا من الرئيس ميقاتي والذي تتوجه له الأنظار باعتباره المرشح ذات الحظوظ الأعلى راهنا بحسب ما تؤكد مصادر في المستقبل للأو تي في، وبعده الحريري فتمام السلام والفرزلي ثم المستقبل، فلا يزال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يلتزم الصمت ويرفض دخول أي نائب بلعبة أسماء المرشحين المحتملين بالتعليق سلبا أو إيجابا على أي اسم حتى بلورت الأمور عشية الاستشارات. أما في بورصة الأسماء التي ترفع اسما حينا وتهبط آخر لتضيف فبعدها اسما جديدا، فتفيد معلومات الاو تي في ان اي اسم لم يتفق عليه بعد، وان لكل اسم سلبياته كما ايجابياته، ولا سيما عند الحديث عن الرئيس ميقاتي او السفير نواف سلام او فيصل كرامي، او حتى ما حكي اليوم عن امكان عوده سمير الخطيب او جواد عدرا، ولا سيما ان فريقا يعترض على بعض الاسماء سياسيا واخر يعترض سنيا، ولو ان الاسم الابرز لا يزال يميل لميقاتي بحسب مصادر مطلعه على جو 8 اذار، الا ان الاساس هو في دعم الرئيس الحريري له من عدمه. وبانتظار ما قد تسفر عنه الاتصالات والمشاورات التي ستنطلق عمليا الخميس والجمعة، فتشير أوساط بارزة إلى أن أمكان تأجيل الاستشارات بضعة أيام أو أسبوع يبقى احتمالا قائما إذا تعذر توافق على اسم قبل الاثنين، علما أن مصادر مطلعة على جو بعبدة تؤكد أن الاستشارات بموعدها حتى اللحظة، وعلى الكتل القيام بواجباتها بالتسمية، ويلي بياخد أكترية الأصوات بيعمل رئيس حكومة، تختم المصادر. الحصانات بملف انفجار المرفأ واتهام رئيس الجمهورية بمخالفة الدستور من خلال الدعوات المتكررة للمجلس الأعلى للدفاع، نقطتين عم بيجيب عليهم بقراءة قانونية الدكتور بول مرقص. ما تصورنا أنه ممكن المجلس النيابي يروح بالضرورة ومباشرة إلى رفض إعطاء الموافقة على رفع الحصان، إنما سيذهب إلى إخراج قانوني مونتاج جريديك عم بلطفها بعد أكثر منك أنا ما هيك حتى ياخذ الموضوع على الملعب اللي عائد له وهو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اللي بنعرف نحن تاريخيا هذا المجلس لم يكن فاعلا ولا مرة صحيح وهذا المجلس هو مجلس هجين مسخ مؤلف من نواب وقضاة في آن معا فبيضرب مبدأ الفصل بين السلطات هذا المجلس ما
بده اتهام سياسي بامتياز من قبل ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، وبده حتى إذا صار في إحالة عليه من وراء الاتهام هذا اللي بعد هلأ ما صار، بعدنا ما وصلنا له، بس حتى إذا صار وهلأ بنشرح، إذا صار بدك كمان للإدانة بالمجلس الأعلى المذكور بدك أكترية موصوفة، يعني مش بس نص زائد واحد من عدد أعضائه. فمما يعني ما نحن نتصور أنه رح يقدم محاكمة عادي، هو المجلس العدلي بحد ذاته ولأنه على درجة واحدة من المحاكمة بنعتبر نحن كحقوقيين أنه ما بيقدم مبادئ المحاكمة العادلة على وجه سليم. منك أنت أمام هون طرف فكري أو دستوري لأجي قلك مثلا أنه المادة 69 من الدستور بتتحدث عن دورة انعقاد استثنائية للمجلس، وهلأ هو مثلا بدي أعتبر أنه منه بصدد استقبال حكومة جديدة لأنها ما تشكلت تعذر تشكيلة، فما أنه بصدد استقباله حاليا وبالتالي اعتبره لم يلتئم أو ما في عنده جلسة إذا كان بدورة انعقاد بس مش بجلسة انعقاد، أو نجرب نتشاطر أو يعني نأول هذه النصوص ونعطي تفسيرات، لأنه التفسير الفعلي لنقول ليش لا نحكي إنشاء التفسير الفعلي بيد رئيس مجلس نيابة، غياب الحكومة لا يمنع انعقاد مسألة الدفاع، لبل يصبح من الأكثر إلحاحا انعقاد مسألة الدفاع، لأنه صحيح أنه الجيش يتبع للسياسة العامة التي يرسمها مجلس وزراء مجتمعة كسلطة إجرائية بالفصل بالدستور المتعلق بالسلطة الإجرائية، لكن محل معين مسألة الدفاع يقوم أيضا بالتوجيهات اللازمة والإنهاءات المطلوبة من أجل أي يعني التصدي لأي إخلال بالأمن. لكن أنا بفهم أنه مطرح معين اللي بيخافوا من فكرة يعني إعادة إحياء الحكومة وبالتالي أي صفحة تشكيل حكومة جديدة بفهمه، بس كذلك الأمر وفقا للنصوص الدستورية تصريف أعمال، اليوم نحن بحاجة لتصريف أعمال، يعني ما في أهم من هالمرحلة لتصريف أعمال، يعني هودي منن أعمال تصرفية بتقوم فيها الحكومة حتى نقول نحن all act de disposition ما عليها تعملن هلأ بينطروا تشكيل حكومة جديدة، لا هو ما بينطروا تشكيل حكومة جديدة على طريقة مسرحية الرحاب الأولاد بدون يكبروا ما بينطروا تشكيل حكومة. واليوم غاب ملف التكليف والتأليف عن خطبة أمين الفتوى بالجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي اللي ألقاها بمسجد محمد الأمين بوسط بيروت. الكردي اعتبر أنه مصيبتنا بهالبلد أنه كتير من تولوا السلطة هم من أمراء الحرب أو من الفاسدين والمفسدين أو من الساكتين عنهم. وتطرق الكردي أيضا إلى ملف انفجار المرفأ والمماطلة والتأخير بكشف الأسباب والمتورطين والمقصرين. مصيبتنا في هذا البلد أن كثيراً ممن تولوا السلطة هم من أمراء الحرب أو من الفاسدين والمفسدين أو من الساكتين عنهم إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وفي آية أخرى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عندما تكون معظم الطبقة الحاكمة من رأسها إلى حواشيها وإلى فروعها وقاعدتها، عندما تكون قد بنيت وتكاملت على مثل هذه المعاني الخطيرة، فكيف نتوقع الحال؟ كرامة الإنسان، كرامة المواطن أقدس من كل الكراسي والمناصب، اليوم تهان كرامة المواطن اللبناني. يشعر الواحد منا بالاستفزاز، هناك من يحاول أن يستعلي على كرامة الإنسان في هذا البلد. للأسف الشديد وقف الناس في طوابير الذل لأجل المحروقات، وأخطر من ذلك
فقد الطعام والدواء حتى مات الأطفال وانقطع الأكسجين العلاجي على أناس فماتوا بسبب انقطاع الكهرباء. بالله عليكم، أي قداسة تعطى للمنصب أمام هذا المعنى القبيح؟ القداسة كلها لكرامة المواطن. أمنياً العين اليوم كانت على الجنوب، وأصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه بيّن قالت فيه أنه بتاريخ 20/7/2021 ما بين الساعة 3:35 و4:45 تعرضت منطقة وادي حمول لقصف مصدره مدفعية العدو الإسرائيلي، وأيضاً لم يفد عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار، وقد استهدفت المنطقة ب12 قذيفة مدفعية عيار 155 على خلفية ادعاءات العدو سقوط صاروخين بالأراضي المحتلة مصدرها لبنان بحسب بيان قيادة الجيش. وقد عثرت وحدة من الجيش اللبناني بمحيط منطقة القليلة على 3 مزاحف لأطلاق صواريخ نوع جراد 122 ملم، أيضا على أحد الصواريخ أيضا كان معد للإطلاق تم تعطيله من قبل الوحدات المختصة بالجيش اللبناني. أيضا عن هذا الأمر أشار نائب مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل ببيان إلى أنه اليوم أيضا عند 4 من صباح اليوم رصد رادار اليونيفيل إطلاق صواريخ من منطقة تقع في الشمال الغربي من ليلة باتجاه إسرائيل، كما رصد بوقت لاحق إطلاق نيران مدفعية من قبل الجيش الإسرائيلي. وشدد المسؤول الدولي على أنه اليونيفيل على اتصال مباشر مع الأطراف للحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد، كما أن آليات الارتباط والتنسيق يلي دورة وبتقوم بعملها على أكمل وجه عم بتابع هذا الموضوع وجنبا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية. قال المتحدث باسم اليونيفيل: عززنا الأمن بالمنطقة وبدأنا تحقيق، ختم البيان. ننتقل للبرقية يلي أرسل اليوم وأبرق رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى القاذمي، معزيا بضحايا الانفجار الإرهابي يلي استهدف امبارح سوق بغداد وسقط العديد من الشهداء والجرحى عشية عيد الأضحى. وشدد الرئيس عون ببرقيته على وقوف لبنان وتضامن لبنان مع العراق وشعب العراق بهذا الظرف العصيب، وعلى أن العمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره لابد أن يستمر ولا يجب الركون أو التخفيف من الجهود الرامية إلى تحقيق هيدا الهدف مهما كانت الظروف والأوضاع ضاغطة على الصعد الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وحذر الرئيس عون من أن الإرهاب مصمم على القضاء على هويات الدول العربية وقيمها والمبادئ يلي قامت عليها والتي لا تلتقي بأي جزء منها مع مبادئ الإرهابيين والأسس التي يعتمدونها في اعتداءاتهم. فاصل ومنتابع من بعده أخبار المساء. منتابع أخبار المساء ومننتقل للملف الصحي. ففيما أعلنت وزارة الصحة العامة بتقرير اليوم عن تسجيل 632 إصابة جديدة بفيروس كورونا يلي رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 551,789. أيضا تم تسجيل حالة وفاة اليوم، والأرقام يلي ما زالت عم تتزايد، وكرمال هذا السبب لا تزال يعني الوقاية واجب من فيروس كورونا. بالتوازي أزمة الدواء عم تتفاقم بلبنان، فماذا عن فتح المجال للاستيراد العاجل؟ لا تزال أزمة الدواء تتفاقم في لبنان مع الارتفاع الغير مسبوق في سعر صرف الدولار، فماذا عن الأدوية المخزنة؟ وهل فعلا تم بيع الكثير منها على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية؟ وهناك كمية قليلة متبقية منها يجب بيعها على 1500 ليرة، وعلى مصرف لبنان أن يدعمه. في إيدي انبيعت على 1005 بانتظار حكم مصرف لبنان يصرف له الفرق بالسعر. يعني إذا الدواء حقه مثلا 100,000 هو مجبور بالقانون يبيعه ب 15,000، وال 85,000 بيعود له إيه؟ بنك مصرف لبنان. بنك المركزي بعمل هالخطوة بعد ما دفعنا ال 85%، وهذه بتشكل خطر علينا إنه يروحوا باتجاه الإفلاس ويسكروا هالشركات، واللي هي أبدا منا شيء صحي للنظام الصحي بلبنان، لأنه هذه الشركات كلها شركات كبيرة، هذه شركات بأمنونا الإدوية اللي هي مخترعة جديدة، ما بيأمنونا الكوبي. وهودي لازم محافظ عليهم بشتى انواع الوسائل. ما فينا نقول هودي سكروا روحوا فلوا من لبنان، يعني بصير لبنان مثل بلاد بافريقيا، يعني بصفي الدوري على الدواء تيصحي
تروح تجيبيه من برا بطاطا تجيبيه من 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 بلدك. وهل من تخوف ان تسحب جميع الملفات الموجوده في مصرف لبنان حول اسعار للادويه؟ وماذا عن فتح المجال لاستيراد الادويه العاجله؟ هذا شغله عن جد بتشكل كثير نقزه على الصعيد الدوائي بلبنان، يعني سوق الدوائي بلبنان، لانه نحن معودين ان اكثر من 30 سنه في عنا شروط معينه، مواصفات معينه تطلبها وزاره الصحه تيفوت الدواء على لبنان بطريقه سليمه والامنه. انما اللي هلا عم بحطه معالي الوزير كمان شغله بتنقز لسبب، لانه نحن كان عنا علامه استفهام على بعض الطريقه بالشروط كيف عم تنفذ من قبل وزاره الصحه بدخول الادويه الجينيريك بلبنان او حيلا دواء معين. السبب هو اساسي لانه في عنا نحن نقص بشيء اسمه المختبر المركزي، يعني المختبر المركزي منه موجود بلبنان تنفحص كل عينيه بتفوت على السوق المحلي بلبنان تنعرف اذا هذه العينيه اللي فاتت على لبنان هي مطابقه حسب الشروط اللي حطتها وزاره الصحه او لا. يعني بس يصير في تسجيل لدواء بتسجل دواء بمواصفات معينة، إنما بعدين عم بفوت ما عم ينفحص تشوف هذه المواصفات بعدها موجودة أو لا. وكانت وزارة الصحة دعت جميع شركات الأدوية والصيادلة وأصحاب الصيدليات الذين تتفهم هواجسهم إلى الوقوف إلى جانب المواطن والتعاون والتكامل مع الوزارة لعبور هذه المرحلة المؤقتة والصعبة وغير المسبوقة. بالملف الصحي أيضا، هل تصبح الطبابة بلبنان حكر على الأغنياء؟ تقرير روبا لفرن. وديعا لشعار الصحة حق للجميع، هيدا هو لسان حال المواطن اللبناني اللي صار يحلم بحب الدواء أو جرعة أكسجين بطوارئ المستشفيات. ما معه لا يأكل، كيف بدي يفوت على المستشفى؟ في كسر، إذا الدولة ما اطلعت بالشعب الشعب راح. بدك تعمل ألف حساب. أنجع عم يستقبلوه بالطوارئ، هذا إذا استقبلوه بده يحط ديبوزيت 20 مليون 30 مليون إذا معه المواطن مصاري. المريض بيموت على باب المستشفى، هيدي حياة يعني؟ هيدي الحقيقة أفرزتها الأزمة الاقتصادية الحالية اللي زادت التفاوت الطبقي بين مكونات المجتمع، وإجت جائحة كورونا لتزيد من أعباء انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار، وانتشر بين المستشفيات اشتراط دفع المواطن لتأمين مالي من أجل فتح باب العلاج أمام المرضى، حيث عم بيطالب أغلب المؤسسات الاستشفائية الخاصة من أهل المريض دفع مبلغ يبدأ بعشرين مليون ليرة سلفاً، أي ما يساوي 30 مرة ضعف الحد الأدنى للأجور. سهل الأرقام بتعني أن المستشفيات أصبحت حكراً للأغنياء. جهات الضامن الرسمية وحتى الجهات الضامن الخاصة ما عادت عم تلبي فرق السعر والكلفة اللي طرأت على المواد الطبية والمواد الاستشفائية والتشخيصية، لذلك صار للأسف يمكن الطبابة صارت في خارج متناول قسم كبير من اللبنانيين أو قد تصبح قريبا. هذه إذا ما اعتبرنا أنه لبنان في بقلبه قطاع خاص وقطاع عام كمان، لكن يبدو أنه القطاعين يعانوا، يعني القطاع الخاص يعاني والقطاع العام يعاني. وضع المستشفيات الخاصة ما بيختلف عن العامة، فآخر فصول السقوط مستشفيان حكوميان سبلين والشحار الغربي وقفوا تقديم العديد من الخدمات الصحية بسبب الصعوبات المالية، فهل الحبل على الجرار؟ الحبل قد يكون على الجرار، لأنه في مستشفيات تانية عم تتواصل معنا، مرأوا المدراء أو قعدوا معنا وعم يقرعوا ناقوس الخطر. قدام هيك واقع ومع ارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا إضافة إلى ارتفاع في مؤشر المرضى، أي مشهد سنكون عليه وما المخارج للأزمة الاستشفائية؟ نسبة الدخول إلى المستشفيات بعد مقبولة، عندما يزداد الضغط على المستشفيات تصير المستشفيات بدها تحكم كورونا أكثر وتستعمل غرف العناية المكثفة، هنالك عندئذ سوف تقع تحت أو ترزح تحت عبء المواد اللي ما فيها تحصل عليها، وإذا حصلت عليها حيكون سعرها غالي، لا المريض حيقدر يسددها ولا الشركات الضامنة الخاصة والرسمية الحكومية حتقدر تأمنها. لذلك يعني الواقع الاستشفائي بشكل عام والواقع الاستشفائي الرسمي بشكل خاص بحاجة إلى وقفة جدية وبحاجة إلى تعاون بين مختلف الإدارات والجهات وبين مختلف حتى أصدقاء لبنان مع
مع وزارة الصحة ومع الجسم الطبي من أجل العمل على استمرار الحفاظ على دور المؤسسات الرسمية. المستشفيات الحكومية ضحية وضع البلد، أما الحلول فرهن استكمال التأليف الحكومي بما يسهل وضع خطط تخفف من وطأة معاناة المواطن. وقبل الختام نتمنى للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا أضحى مبارك، وإن شاء الله بينعاد على لبنان بالخير من دون فاسدين وكذابين وحرامية. لهون بنكون وصلنا لختام أخبار المساء اليوم، أكيد فيكن تتابعوا مزيد من الأخبار عبر صفحات الأو تي في على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيسبوك وتويتر. شكرا ومنلتقى بنهار جديد. نالله رات.